علي العلوي هو أستاذ جامعي يدرس تاريخ الموسيقى العربية بفرنسا، حاصل على الوسام الملكي. تأسست هذه الفرقة سنة 2005 بفرنسا، تتغنى بجميع الألوان الموسيقية المغربية بطابع عالمي، مع فرقة تشمل مجموعة من الفنانين ذات الجنسيات المختلفة. سنستقبل وإياكم جمعية ملتقى السلام أجل فرنسا بالجو حمد الحال برئاسة الأستاذ علي العلوي. إذن كما قلت لحظة مع جمعية ملتقى السلام التي أتتنا من فرنسا برئاسة الأستاذ علي العلوي. هذه الفرقة التي تتغنى بجميع الألوان الموسيقية المغربية لكن بطابع عالمي. تشمل هذه الفرقة عدة فنانين ذات جنسيات مختلفة عبر العالم. لا ننسى أن أشكر جميع الداعمين لهذا المهرجان من جماعة تارودانت، المجلس الإقليمي لتارودانت ومجلس جهة سوس ماسا. وبعد حال التحية لجميع رجال السلطة الحاضرين معنا في هذه الليلة أو خلال هذا المهرجان الذي امتد 3 أيام. تحية كذلك لرجال الأمن والوقاية المدنية والقوات المساعدة. Oh, my God.
يا رب العالمين
تسقى الأسرة الضاوية تجبني هالليلة. شيخات حرة على ملتقى السلام، بارك الله عليكم.